جدا جدا بمشي هناك. لو لعب له باص غلط بكورك والفاظ سيئه فبتاع، فمن هنا يعني انت اخر مره خشيت استاد 200؟ انا اخر كوره كره مازيمبي والمريخ. تمام كويس. احنا حنشوف حسن رايك شنو يعني. يعني عمر ومحمد مشوا لابعاد، يعني عمر قال انه فقدنا الاخلاق، بينما انه محمد قال برضو انه يعني واحد بخش الميدان هو اصلا مشحون. رايك شنو انت؟ طيب في البداية الرياضة هي يعني في المقام الأول هي حاجة يعني ما لما المجتمع ينهض بها من سوء السلوك، ينهض نحن كمجتمع سوداني وكمجتمع عندنا ثقافاتنا وعندنا عاداتنا وعندنا تقاليدنا وعندنا ديننا اللي بيميزنا عن باقي الشعوب. وزي ما قال أخ عمر طبعا نحن في البداية طبعا الشعب السوداني شعب مسالم جدا، فالرياضة في المقام الأول لازم تنهض بالمجتمع لمرحلة دون تدني طيب الاخلاق. اخر مره تخشيت استاد 200 او كوره 200 علاقتك بها كيف؟ والله الكوره بلعبها لكن ما خشيت استاد طولت هاي من الاستاد، لكن التعصب طبعا الرياضي هو في المجتمع طبعا هي شيء مقبول ما لم يخرج عن الاساءات المفرطه الى حد سواء. تمام. طيب هيثم، يعني احيانا التعصب بيصل لانه حرق للاعلام، تشجيع للفرق الاخرى الخارجه عن البلاد، بتيجي من برا بتلقى الفرق الاخرى بتشجعها على حساب الفريق الاخر. في الحته دي هل ممكن نقول التعصب افقد الرياضه السودانيه الوطنيه، في انه فريق الفرق بتجيك مع بعض، اي فريق من برا ممكن الفريق الثاني يجيك معه؟ طيب في البدايه انا شاكر جدا اخ عمار وسعيد جدا بالظهور على برنامج قضايا الشباب عبر شاشه قناه ام درمان، وحقيقة طرح جميل وموضوع شيق وحساس بدأ يمكن يطرح في الصفيحة الساخنة زي ما بيقولوا، ولو لم يتم تداركه حتكون عواقبه وخيمة جدا. بالنسبة لقضايا التعصب يمكن كما أسلفوا الشباب بداية الاتهامات متبادلة ما بين إنه الإعلام وخلافه، لكن أنا بشوف إنه التعصب هو خلاف الإعلام هو يمكن سلوك شخصي، ورغم ان انا ضد المصطلح بتاع كلمه التعصب، نقول حته الانتماء هي افضل. انا طبيعي بنتمي لنادي معين، لكن ممكن انتمي له لدرجه كبيره جدا تخليني اتعصب له، يعني نعم. ما كلمه التعصب في حد ذاتها هي مصطلح غير جميل، يا ريت لو الناس طلعت من الـ من الـ من الـ من المسمى بتاع كلمه التعصب. يمكن الاعلام هو شريك كبير جدا في مساله التعصب، بيكون في شحن زايد الصحف الصادره وما حنسمي طبعا المانشيتات اللي بتصدر كبيره، في بيكون القصد منها هي طبعا الدعم، لكن بتيجي تشحن الجماهير بصوره كبيره جدا جدا. سؤالك عن حرق الاعلام وعدم استقبال الفرق الزائره والوطنيه والكلام زي ده، انا بشوف انه هي يمكن ثقافه وسلوك خاص بالمشجعين عموما. تمام. كرة القدم هي أصبحت ليست لعبة إنما وسيلة بتاعت تعريف وثقافة وتواصل بين الدول وأشياء أكبر من منها لعبة كرة القدم. هذه الظاهرة زي ما أسلفنا إنه الإعلام ممكن نقول شريك كبير، وثقافة المشجعين عليها عدلة كبير جدا. لو الناس استحضرت في الموضوع انه الموضوع بتاع كرة القدم ما اكثر من انه مجموعة بتاعت شباب واصحاب بيتلموا مع بعض ويحضروا الكورة، ده الشيء اللي احنا كنا عارفينه عادي. بيكونوا قاعدين مجموعة بتاعت الشباب هلال او مريخ اللي هم القطبين الكبيرين في السودان. الناس بتكون قاعدة بتشجع بتتونس، بعد ذاك كل واحد بيتقبل النتيجة، بيكون في اطار المداعبة. بينتهي الناس بترجع مع بعض، لكن بتواصل. حاليا ما في حياة لا طبعا اكيد. طيب الحاصل حاليا شنو؟ الحاصل الموضوع قلت لك وصل لمرحلة اكبر، ولو ما تداركوه حيكون يعني فيه عوامل لقدام ما جميلة. طيب الناس بتحذر، يعني احنا نمشي لعمر، الناس بتحذر يا عمر هرجع لك يا هيثم، لكن الناس بتحذر بانه يقول لك يا اخي ممكن تحصل تفلتات، ممكن الجمهورين يشتبكوا ببعض او جماهير النادي الثاني تشتبك مع النادي الثاني، تحصل يعني حياة سيئة جدا. ده بدل انه الجمهور ذات نفسه ما واعي لمعنى الرياضة اللي هي التنافس الشريف. فعلا يعني برجع وبرجع اقول لك نفس الكلام، الاعلام الرياضي يعني هسي كرة المريخ والامل عطبرة، في عطبرة الامل فاز على المريخ بهدفين. احنا بنعرف في كل المدن السودانية انه المريخ عنده مشجعين، والاندية الثانية برضه عندها مشجعين، عندها مشجعين. فجمهور المريخ حصل حفلة المريخ بالحجارة
جمهور المريخ. جمهور المريخ لا يمكن بالعقل انه جمهور الامل هو فريق فايز يطلع من الكوره يحسب حفله لاعبين المريخ، لانه كان الفرحه لا تسعم. ثاني يوم الصحافه الرياضيه المريخيه في 80% من صحفهم طلعت في مانشيتات انه جمهور المريخ جمهور الامل عطبره يحسب حفله المريخ بالحجاره. هنا الغبن وين؟ جل جمهور المريخ. اذا يا فريق الامل انت لو جيت استاد المريخ نفس الحاجة اللي حصلت في عطبرة احنا هنعملها لك. الصحفي لما يكتب كلام هو مسؤول منه اول شيء قدام ربنا، بعد ذاك قدام المهنة بتاعته. انت ما انت بتكون قاعد في مكتبك بتكتب كلام، طبعا في ناس بياكلوا عيش من الحاجة دي. فوسائل الاعلام هي وسائل مؤثرة جدا، وخاصة المغروة. هنا دور الرغابة مفروض يكون حاضر. طيب وين الرغابة الذاتية المشجع ذات نفسه؟ يعني هو طالما بيشاهد الرياضه بيمارس الرياضه دي، يعني ليه الاعلام بيقدر ياثر عليه بدرجه كبيره جدا؟ يلا عمار انا ما قلت لك طبعا الشعب السوداني فيه كثير من البسطاء، يعني حتى طيب البسيط ده ممكن يكون فيه ما بيعرف يقرا من أيوة. وين له التاثر بالاعلام ذات نفسه؟ ايوه يلا التداول بتاع المغوله، يعني مثلا في صحيفه زول يقرا قدامك، وسائل التواصل الاجتماعي بقت كثيره، المنابر بقت كثيره، كل زول ممكن يعمل صحيفه الكترونيه بطريقته يكتب فيها ما يشاء. الناس بدات تتاثر بالحاجات دي شديد، واحنا الخوف كله تحصل حاجات اكبر من كده، يعني زي ما حصل في دوله مصر الشقيقه وكانت كارثه، ولحد هسه الناس ما قدرت يعني ترجع زي اول. فاحنا في السودان هنا شعبي جميل، يعني معروف الناس بتقعد هلال مريخ، يعني في البيت ذاته بتلقى 5 اخوان هلالاب وواحد من رخابي او بالعكس. الأبو هلالابي الأم الرخابية، الجو جميل، الجو جميل، الهلال غلب الهلال بالريخ، ما بتدع حتى الناس بتعشوا سوا في الهلال بتعشوا مع بعض حسن الحياة دي بقدر. لكن معلش معلش على المداخلة أستاذ عمار، تفضل. يعني أستاذ عمر لسه بقول يعني النتيجة بتاعت الأمل عطبر والمريخ اللي كان في عطبر دي على سنه يا أخي الأمل غالبا المريخ ده 2-0، فمنطق المنطق بتاعه إنه بقول إنه يا أخي ال 2-0 دي طالما إنه الأمل غالب ما في داعي يقوم يجي يحسب الملعب بالحجارة أو شنو حفلة اللعيبة زي ما بقول أستاذ عمر. يعني هسه انا بتكلم لك بغض النظر عن انه انا هلالي او انت مريخي او انت مريخي او انا هلالي اللي هو على قول الكلام هيثم نبعد عن التعصب. طيب يا اخي انا ما ممكن هسه انا اقول لك مثلا انا مريخي او هلالي، انا اكون في نص جماهير المريخ ده وزول هلالي، عندي مشكله مع المريخ ده على سنط التعصب اللي بيحصل هنا بيحصل في الجريده دي، اخش في نص لايه الجماهير المريخ ده احسب اللعيبه بالحجار، بعد ده احتمال عنده سغافه ممكن انه يا اخي معروف انه يا اخي الجمهور اللي بيحسب اللعيبه بالحجاره عليه وغرامات عليه وتفاصيل زي دي. فيعني بعقب على كلامي انه ما بالضروره يكونوا ديل شنو الجماهير بتاعت المريخ. طيب احنا يعني حنقول سؤال كده مهم جدا، شنو بيدفع الجمهور ده انه يا اخي يصل درجه من الشد ودرجه من التعصب لفريقه؟ شنو الدافع شنو في كده؟ وفي خلال انه الانديه دي لو جيت قست انها ما بتقدم شيء للمشجعين، يعني لا بطولات خارجيه لا اشياء غير تنافس محلي، يعني ما منه فائده غير انه الناس بترجع وتلف فيه ثاني، ما في شيء انجاز كده تخلي الفريق تعصب له والمشجعين يتعصبوا للانديه. يعني هسه قبل الحلقه ما تبدا كنا بنتكلم بقول لك يعني الاسم شنو الجماهير زاده، يعني الليله مثلا المازين بيلاعب مع المريخ جماهير الهلال دي، يعني ما انا بقول لك يعني الغالبيه العظمى، يمكن في ناس بتعرف كوره ناس، لكن بتكلم لك عن الغالبيه. يعني الدعوات ان شاء الله انتوا الليله تغلبوا، ان شاء الله اذا تغلبوا ناس تمشي تقعد في الجماهير بتاعت شنو مع تقعد في انا السوداني مش اقعد مع الجماهير بتاعت مازين بي، يعني ما في اي سبب. فده هنا دور الاعلام يا اخي، يا اعلاميين يا اخي، انت قلت خشيت الكوره بتاعت المريخ ومازين بي، كان في ناس قاعدين بيتمنوا انه المريخ يتغلب، ما هو انتصر بعدين دي حتى يعني اول واحد بيكون مدسي، فحتى يعني اصلا مثلا كمريخ لكن لو دقت كوره جنب العراضه ولا يقعد تعادل ولا حاجه زي دي في واحد يعني في مواقف بتحصل احتمال الشباب ده اللي بيحضروا كوره ويحضروا يا استاذ عمار، يعني الواحد مثلا يكون احضر في الكوره انا مريخي يا اخي لا اداء لاعب معين من لعيبه المريخ ما عجبني العب كوره انت لا انا ده لا بيطلع الراجل ممكن انا يعني حصل انا قبل شفت موقف جدع راجل عمك راجل يعني في 43 45 سنه يدعوه يعني بعدك اللي حصل عليك شنو الله اعلم فين وصلنا كورتنا التعصب يعني وصل لدرجه يعني كبيره مرحله جداً. كبيره جدا جدا ممكن انا اكون مريخي لكن يا اخي اللاعب بتاعي ده الاداء بتاعي ما عجبه ف دي يعني حاجه طيب نحن هنسمع راي حسن يعني حسن اتفقوا يمكن واختلفوا في حاجه لكن نحن برضه نمشي لحته ثانيه يعني هم قالوا الاعلام الرياضي طيب الاعلام الرياضي الناس بتشيل وترمي فيه البلاوي يقول لك لا له سبب التعصب فعلا انه تلقى جريده بتوزع 10,000 وجمهور المريخ يعني ما شاء الله يكون نص السودان
ده لو ملهي اللي اختلفوا قالوا انه جمهور المريخ ما اعترف. طيب هي طبعا مساله التعصب قبل الـ 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 الاعلام الرياضي او قبل المساله بتاعت الاعلام الرياضي على بالتحديد، هي طبعا التعصب الرياضي هي حاجه طبيعيه جدا في الكوره او في مش كرة القدم يعني، بس اي في كل المناشط في القدم لكن في العالم يعني في احداث تاريخيه مربوطه كانت كوارث بالنسبه لكره القدم مرت على تاريخ الفيفا. فبفتكر في على يعني حقيقه قرينا في نهايه دور امم اوروبيه في ليفربول واليوفي يوفنتوس، فكان في اعتداء ادى الى مقتل كم 80 شخص و 600 جريح نتيجه للتعصب الرياضي في الاونه في الزمن. بقول لك دائما مشجع ليفربول ده المشجعين شرسين جدا طبعا، الانجليز وهم كلهم طبعا شرسين، لكن التعصب هو طبعا شيء يعني موجود في كل في كل العالم مش في السودان او في دوله طيب غير. تمام كويس. سؤالي كان عن الاعلام الرياضي، الناس بترمي عليه البلاوي يا اخي هو السبب. طبعا الاعلام هي من الوسائل الدقيقه جدا في مساله التعصب الرياضي، وهو المسؤول الاول تجاه نتيجه التعصب الرياضي الموجوده مش في السودان بل في العالم كله. فنحن بدورنا او بدور الاعلام عموما في السودان اقامه ندوات تنبس فيها التعصب الرياضي، هذا واحد من الحلول اللي ممكن الاعلام يقدمها. زي ما قال الاخ عمر ذكر سالفا انه الواحد ممكن يكون قاعد في مكتبه وبيكتب تقرير او بيكتب كلام هو في صحيفه، يكون كلام يعني يشعل دغايم بين فتن ما طبعاً. بين المريخ طيب والهلال وغيره. هيثم يعني الشباب اتفقوا، بحكم انك برضه اعلامي يا هيثم، يعني الاعلام بقى في الاتهام لدرجه كبيره جدا انه يا اخي الاعلام ده السبب. يعني انا لو جبت خمسه صحف هلاليه وخمسه صحف مريخابيه وقعدت قريت من الاثنين بلقى كميه جدا من يعني الشحن الزايد داخل العواميد حقت الكتاب او حتى في التقارير او حتى في طريقه صياغه المانشيت ذات نفسه، يعني اشياء بتثير الجمهور بدرجه كبيره جدا. نعم طيب كده ممكن يكون الناس دي لاحق انه الاعلام له سبب، رايك؟ لا هو طيب. هو دور الاعلام اساس، هي رساله الاعلام دي جزء من الرساله بتاعتها. انها تشيل من ازل الفروق والدعم المعنوي، لكن بعد ذاك قلت لك انا قبيل على الثقافه بتاعت المشجع بحد ذاته وفي الكتابات الخفيه الاعلاميه انا بكذب. في ناس بتكتب القصد منها انها ترفع من همم الفريق وكدوافع معنويه وشحذ جماهيري وتفاصيل زي دي، وده هو دور الاعلام. هو وضع طبيعي الاعلام المنتمي لاي نادي بيتكلم عن ناديه بصوره كبيره، حتى بيكون في تصور، الناس بيقول لك دائما تصور الاعلام للفريق بيكون اكبر من حجم الفريق الطبيعي زي ما انت ذكرتها انه الفرق دي ما بتستحق كل الجوده دي. لكن كرساله اعلاميه وكدور الاعلام وضع طبيعي جدا انه انا يكون في دوافع معنويه بالنسبه للاعبين وبالنسبه للاعبين. لكن ما ممكن مثلا الهلال يتغلب ثاني يوم اجي القى الصحف مثلا تابعه للمريخ يعني مانشيتات بتاعت سخريه ومانشيتات. نعم ما انا قلت لك الغالبيه وفي نفس الحكايه برضو الهلال يعني اي ما في منه من بيكتب كرساله. احنا طبعا عارفين انه في ناس بتكتب، لكن احنا بنركز على المضمون العام، بيشوف تعال الصباح عين للمانشيتات هلال مغلوبه والمريخ مغلوب، يعني حاجه كده منفره جدا، دي ما رياضه. نعم تحس انه الموضوع كانه حرب. نعم في غالبيه من الصحف او الكتاب المحترمين جدا الموضوع يكون كرساله وكمهنيه وغالبيه اوقات. طيب انت بتقول الاعلام الرياضي السبب؟ الاعلام عموما هو يمكن يكون يتحمل جزء باعتبار انه هو كرساله، هو موجه وهو العين اللي بيشوف فيها الجمهور وكل التفاصيل الخفيه بيقع في الاعلام وكل السبق الصحفي يعني الاعلام السبب. انت عايز تقول انا ما بقول انه هو السبب الرئيسي لكن بقول هو شريك. طيب خلينا نشوف راي الشباب. هو شريك. رايك شنو في كلام هيثم؟ والله يا اخي هيثم يعني يا كلام جميل، هو شريك اصيل لكن بيتحمل النسبه الاكبر. كم من 100؟ نسبه 90%. طيب دي ما النسبه كلها. ايوه 90%. انا اقول لك حاجه يا استاذ عمار، يعني مباراه الهلال الاخيره مع الاتحاد احنا كنا بنحضر المباراه في مكان عام، فالهلال لما جه في وجون شفنا جمهور من المريخ كان بيفرح فرح يستري، حتى لما طلعوا للشوارع وكان بيهتفوا كويس. احنا في النهايه انه فريق فرق سودانيه بتمثل السودان،
ثاني يوم جمهور الهلال كان مغبون يعني، كان لازم يجي ويشجع برا ويقف مع مازندي. زيادة الغبن انه الجرايد كتبت يا اخي انه جمهور المريخ عمل كده ونسوا تحليل المباراه، نسوا تحليل الاخطاء ونسوا اي حاجه، فقلبوا الموضوع لحاجه ثانيه. قلبوا الموضوع كله، فريق كله صحفيين بقوا يكتبوا عن الفريق الثاني، يعني خلوا الاهتمام بفريق غونزاغا. طيب رايك شنو احمد السني؟ انا والله استاذ عمار بقسم لك، هيثم قال الاعلام ما سبب رئيسي لكن واحد من الاسباب، انا بقسم لك نسب عادي. يعني بقول لك الاعلام الرياضي ماخذ 60% في الموضوع بتاع التعصب. طيب للناس بتلجا له وللناس بتقرا الاعلام، طيب طالما هو بيأثر بالدرجه دي، ما زي ما قال لك استاذ عمر هل ما كل الصحفيين اللي بيكتبوا يعني عشوائي، شايف ناس بتكتب بمهنيه وكلام موزون طيب وكلام واعي. طيب لانه احنا طالعين لفاصل نسمع رايك شنو. والله طبعا انا حسن. طبعا مع عمر انه الاعلام هو نسبه 90% من الحاجه الحاصله من التعصب الرياضي الموجود طبعا من خلال مشاهداتكم، من خلال مشاهدات هيثم موجود. رايك شنو الناس اللي قالوا 90%؟ والله انا زي ما انا قلت انا 50%. طيب 50%. سنعود بعد هذا الفاصل لنقاش يا شباب حول التعصب الرياضي، حب مفرط ام مرض. الخساره من طرف هي مصدر فرح للطرف الاخر، والسبب في كده شنو بخليك تتفرح مثلا؟ والله قبل الشباب لما يتكلموا عن انه الاعلام الرياضي اخذ نسبه كبيره من التعصب، انا قلت لك انه الاعلام هو شريك جميل، لكن هسه انا كده نحن نخلي الاعلام ده بجنبه. نعم كده انت مثلا ناخذك حاله مثلا قول قول انت هلالابي مثلا او من رخابي والهلال ده تغلب وانت من رخابي مبسوط، اللي بيخليك تنبسط البسطه دي شنو؟ الحاشي اللي بيخليك تنبسط يا اخي، الهلال ده ما برضه فريق وطني زيك يعني، معليش لو منافس لك في الدوري الممتاز ومنافس لك في المنافسه المحليه، لكن يجي فريق من برا يغلب الهلال مثلا اول مره تنبسط، دي حاجه غريبه يعني. ما هي الحاجه الصغيره دائما يا عمار بتكبر، هي بدت هنا من المحليه عموما. الهلال والمريخ كقطبين للكره بيلعبوا في منافسه واحده، حق مشروع لاي فريق او لاي مشجعين انه النادي بتاعهم او المنتمين له انه هو يصفر بالكاس يشيل اللقب، ده حق مشروع. انا بس قلت لك انه الموضوع عرج من الجانب من الانتماء والمقاول بسيطه. ايوه نعم، زمان الناس قلت لك بيتلموا مجموعه مع بعض شباب يخشوا الاستاد هلال المريخ بيحضروا المباراه، في طرف مهزوم الناس بترجع مبسوطه جدا مع بعض بتونس تتعشى في طار المداعبه ما اكثر. الموضوع أنا زي ما تكلمت عنك قبل انه الاعلام انا حاليا بقول ما جريده طبعا، كل وسيله بتنقل لك خبر هي حد ذاتها اعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، الاعلام المقروء والاعلام المرئي والمسموع، هي كلها وسائل شريكه في نبذ التعصب او في توالد التعصب. طيب كويس، انا دار اسمع راي حسن. حسن يعني برضه في نفس اتجاه هيثم ده، تلقى يا اخي الهلال مغلوب او المريخ مغلوب في ناس شايله اعلام بتاعت الفريق الغالب الهلال مارق الشارع. وين الحصه الوطني هنا؟ ما في وطنيه، نفهم شنو الحركه دي يعني، ممكن تفهم بشنو؟ والله طيب يعني فكره الانتماء طبعا حاجه، كون ان انا اكون منتمي لفريق وبشجعه وبحبه، هي دي مبنيه، الانتماء اصلا مبني على قواعد وعلى اسس وعلى ضوابط معينه ينبغي لكل شخص ينتمي الى فريق ينبغي ان يدرك تماما ثقافه الانتماء. الانتماء في البدايه هو احترام للنادي، هو احترام للشخص في ذاته، احترام لاشياء كثير، احترام للدين، احترام للعقيده، احترام حتى للجمهور الخصم. فالثقافات الدخيل زي ما قال عمار او اخ هيثم هي ثقافات قد نكون نحن جبناها هنا، فهي بالنسبه لنا اثرت سلبا على المجتمع وكانت. طيب محمد السني يعني الهلال والمريخ كانوا في نصف نهائي ابطال افريقيا، ونقول الحمد لله انهم الاثنين مرقوا يعني خلاص، لانه لو كان في واحد وصل النهائي والثاني كان حتحصل بلاوي غايته. خروجهم الاثنين من نصف النهائي شكل ظاهره بتاعت شماته في المجتمع السوداني غريبه جدا يعني، تلقى الزوج والزوجه شمتوا من بعض، زي واحده هلالي والثاني مريخابي، في حاله بتاعت شماته كده انتشرت لدرجه خرافيه جدا، بقى المجتمع السوداني بس خلاص ده اتهزم نشمت فوقه، ده اتهزم نشمت فوقه. لا حقيقه يا استاذ عمار، لكن قبل ما نتكلم في الحاجه دي، انه احنا كان هلال كان مريخ يعني لينا حكايه بتاعت 5 أو 6 سنوات ممكن نصل دور الاربعه، ودي تكون الفرماله بتاعتنا زي ما بيقولوا. احنا بدنا نعرف السبب شنو، انه يعني هل ان احنا كلاعب كمشجعين ده الاعلام الرياضي المفروض يحلل ويشوف الاسباب ويناقش، بدل ما نقعد في موضوع والله ادوكم 5 وادوكم 4 وادوكم 3. حقيقه نشوف المشكله الحقيقه احنا بتطلعنا شنو، هل ان احنا
كلعيبه بتاعت هلال او مريخ ما عندنا الثقافه بتاعت نهائيات. الكلام ده ممكن انا حضرته في استوديو تحليل وقالوا السير جارزيتو بتاع المريخ قال يعني المازين بديل يعني احنا لحد ال 45 دقيقه الثالثه انا بعتبرها الثالثه هنا هنا في 45 دقيقه في الكونغو ايوه في الثالثه احنا الناس فضلنا كلها 45 او 37 دقيقه يعني احنا قمنا كمريخ انا زول كمريخي نقوم نتاهل للنهائي بتاع الكاس. بقى عندنا انه احنا مشكله بتاعت يعني احنا كان المريخ اتغلب في 8 دقائق كيف ان احنا كلعيبه عندنا خبراتنا يعني خبراتي انه انا اجي اغلب املعب برا اغلب الاهلي الخرطوم برضو لانه انا حكون خدت في ذهني كلاعب انه يا اخي الجمهور ده خلاص الشماته حتبدا في السودان حيشيل هم حقيقي حيكون انه الشحن التعصب اللي حيحصل من ورايا كده بتخلي اللاعب برضو انه ما يؤدي كويس طبعا اكيد اكيد ممكن ما يقدر يرجع من الهزيمه اكيد زي ما نرجع ثاني للاعلام الرياضي حتى اللاعب ذاته بيقرا جريده واللاعب انسان فانا طيب بقرا جريده انا حسمع راي عمر عمر يعني الناس هنا مشت لحته انه يا اخي اللاعب ذات نفسه ممكن يتاثر بالشماته دي اذا طلعوا عنه نقطه معينه او مقطع معين ده برضه بيساهم في انه لعيبتنا بيكونوا مهمومين بالشماته دي وبالتعصب ده يعني. صح طبعا فعلا الكلام ده فعلا يعني في واحده من المباريات انا خشيت كوره كان قبليها بيوم او يومين دي كوره منو منو؟ الهلال و هلالابي يعني ايوه الهلال وسموها المصري قبليها كان في صحفي معين كان بيتكلم عن تدهور مستوى مدسر الطيب كاريكا وانه مدسر ما بيلعب للهلال وكده وكده فالجمهور جاء كله خاش الاستاد كاره مدسر الطيب حقيقي فقبل ما يهبش الكوره مدسر الطيب كان الجمهور بيجوب في نفس الوقت مدسر الطيب كان نجم المباراه ولينا مدسر الطيب وهو بينافس على نجوميه في افريقيا مع المحترفين معناه الاعلام هو مؤثر يعني انا هسه واحد من المشجعين انا الاعلام ما باثر فيني لسبب معين في بعض الاغلام هي زي دي يعني بتكتب يعني ما ممكن صحفي يجي يصي لي لاحظ رموز النادي اللي انا بشجعه هو اتولدت انا بشجع الهلال غالب مغلوب ما عنده بطوله عنده بطوله انا اتولدت انه اشجع الهلال كده بطريقته دي فيجي يوم ينبس رئيس النادي باساليب يعني ما جميله والصحف بتخش البيوت وبقروها كل الناس فده ما باثر فيني لكن ممكن ياثر في زول بسيط ثاني نرجع ونجي نقول انه شنو الروح الرياضيه لازم ترجع ثاني قبل قلنا انه يعني خلي روحك روحك رياضيه لازم ترجع ثاني بقت ما في طيب انا حشوف هيثم حاجه لهيثم ثاني هيثم يعني خلي روحك رياضيه بقت ما في حياه ثانيه برضه كثيره في كره القدم بقت ما في زمان بتلقى الابناء كلهم في البيت بيحضروا احنا مثلا يعني ابهاتنا بنحضر معاهم الكوره اي واحد بيكون ثاني لكن بيعلموك حتى فن المشاهده بتعلم بتشوف معهم الكوره يعني المريخ لو لاعب تلقى البيت ده كله ده للمريخ لانه ممكن يلعبوا للمريخ الباقيين ما يتعشوا طبعا نعم بالتاكيد المتغيرات اللي حصلت في الرياضه عموما السودانيه بتاتي معها بثقافتها زمان نحن كنا متابعين للكوره ثقافه المحترفين عموما هي في السودان انا بعتبرها ثقافه جديده علينا في الوسط الرياضي او في الكوره السودانيه هي بتاتي لتطوير والتجويد والحصول على البطولات وبتنقل معاه صراحه ثقافته هي ذاتها. انا ده طبعا ما بحرف انا ما بحمل المحترف مثلا هو اللي هو الدور لكن حقيقه مع التطور الحاصل والناس بقت متابعه للدوريات البرا والبطولات البرا في كثير من الثقافات بتنتقل بالنسبه لنا هنا في الدوريات السودانيه لكن لسوء الحظ احنا دايما في السودان بنشيل الجانب السيء كثير جدا وانا زي ما شايف انه في اجماع تام على انه هو الاعلام سبب رئيسي وانا بقول انه الاعلام هو شريك بدليل انه عمر طيب الشريك الاخر منه. عمر قبل شويه اتكلم حاجه قال انا الشريك الاخر منه الاعلام المشجع شريك. يعني عمر قبل شويه قال تعال يعني ناس عمر وناس محمد وسن وناس دول شركاء في التعصب طبعا اكيد عمر قبل شويه قال مقوله جميله في التعصب قال انا بقرا جريده قال انا بقرا جريده لكن ما بتاثر فيني تمام طيب بتقراها ليه من اجل الاطلاع المتابعه لتفاصيل كثيره لكن كونه ما تاثر فيك ده هو المطلوب ما هي الصحافه الاعلام هو دوره انه ايصال رساله في تفاصيل كثيره بتكون مفقوده بالنسبه للمشجع الزول المتابع هي انت بتلقاها في الصحيفه لكن زي عمر لما قال يا اخي انه انا بقرا الصحيفه لكن ما بتاثر انا دي الرساله اللي بحب اوصلها لكل مشجع اقرا وتابع لكن ما تتاثر كيف
ما تتاثر بالبيئه. انت بتقرا الجريده بتاعك في المواصلات بيكون الزول جنبك مطبق يا اخي صاحب كدا. العقل هو يا اخي لو قلت يعني له والله طقط قنبله وهو بيقرا فيها عمود مثلا فلان فلان وفلان ما بيشتغل بيك. جميل ما يلا لا يلا هذا عنده شيء بيقراه ومركز فيه. حناقب بكلام قبل شوي يمكن انت ذكرته وقالوا اخونا محمد السني انه يعني المفروض الناس تكون اكثر وعي. يعني التصور اللي بيتم لصور الهلال والمريخ والاشكال البطوليه اللي بتظهر في الصحف في الواقع عكس تماما. ورقيا الهلال والمريخ هم ابطال على العالم كله مش على مستوى السودان. داخل الملعب او كواقع ما في اكثر من انه محدوديه المشاركات. فمفترض انه صاحب العقل يميز في انه اللي بيكتب في الصحف من مانشيتات عريضه من انا بعتبر انه دوافع معنويه وتحفيزيه لا اكثر. تمام. ما اظن انه تقوم تاثر في قاري مدرك تماما انه هذه حدود فريقه. فبالتالي انا بعتبر انه لكن يعني هيثم في ظل انه الرياضه يا اخي بقت المتنفس الوحيد للشعب السوري. نعم يعني السوق بقى صعب بقى اي حاجه بقت صعبه الحياه بقت صعبه الناس بتيجي في المسا كده نهايه اليوم تحضر كوره وتتنفس شويه ما ممكن. لكن انت تشحن لي ب يعني شحن مبالغ فيه واحد يستحمل اكثر دي بتبقى على حسب المتلقي او الزول القاري مهما كان مستنير مهما كان واعي فالناحيه هيتاثر. والله ما هذا عندك هسه دليل انه هنا مجموعه من الشباب بيقولوا يا اخي انه نحن بنقرا الصحف من اجل المطالعه ومن اجل الاطلاع على الجبال. اتهمتم بانهم متعصبين انهم شركاء في التعصب. الاتهام كان في انه في التفاصيل يمكن اللي اتقالت بدون ما يشعر الشباب ظهرت حته التعصب. يعني قبل عمر لما حكى موضوع الامل لما حكى موضوع الامل بدون كده بالدليل تذكرت شنو القصه اللي حكاها عمر عن موضوع الامل عطبره هي بينت انتمائه تبريته للنادي ولمشجعين لكن ما بين التعصب وبين في نفس اللحظه سمعنا رد محمد السني بين انتمائه لنادي وده ما عيب طبعا انتماء حق مشروع لاي زول. لكن لما نكون في حدود النقاش المنطقي والتداول السليم انا في واحد قبل شويه قبل ما اخش الاستوديو قال لي كلامكم ده كله بس بيكون حد الاستوديو لكن قال لي الناس دي لما تتفرج وتخش الاستعداد خلاص يا زول والله ما شوف لحاجه ثانيه. والله استاذ عمار دي الحقيقه طبعا على حسب قناعه الواحد. انا قناعتي انا كمشجع مريخي بي خاش الاستاد ده لازم اخد في بالي يا اخي الفريق الكوره دي تعادل او هزيمه او نصر. لا في ناس عندها بس المريخ ده يغلب ما حقيقه يغلب. يلا كلامك ده شنو لو يتغلب المريخ ده احسن ما يلا ده اول هلال ده الاعلام على قال زي ما قال لك لا الاعلام ده انت ذات نفسك يعني انت خاش الكوره الاعلام حسب ما عنده علاقه انت حسب تكون خاش الكوره وبس خلاص المريخ ده اللي يغلب اول هلال يغلب ما الكلام ده جاء لو يتغلب ما بقدر يفتح خشم. يلا الكلام ده جاء من جاوب من الجريده انه يا اخي قال لك ابطال احنا ابطال على ورق شلنا كؤوس افريقيه تضاهي العالميه على الورق بنمشي الاستاد خلاص انا كمشجع خاطي بالي انه فريقي ده الليله حيغلب المهاجم بتاعي ده انه ما حيلعب. معلش يا استاذ حسن اعقب على كلامك لكن انا بفتكر انه مثلا الهلال او المريخ يعني الاثنين هم تيمين يعني يملكون من اللاعبين ويملكون من الاداريين جماهيريه كبيره جماهيريه كبيره جدا في السودان. لكن تفتقر الى ثقافه المباريات النهائيه. يعني احنا عندنا ثغره في مشكله انه احنا كيف ندير المباراه النهائيه. على سبيل المثال فريق مازيمبي اللي اخذ اوسا في البطوله هو صعد للدور مباراه الكاس. بفتكر انه هو يعني فريق انت ممكن في دور المجموعات ممكن تغلبه كثير جدا على داخل وطن داخل ارضه وخارج. طيب أرضه. هل هزيمه المريخ كان سبب فيها جمهور والتعصب؟ ما المريخ هنا انتصر طيب خسر بر والله طبعا الجمهور هو عنده اثر كبير على كونك انت تكون لاعب في ارضك هو ده اثر نفسي للاعبين ممكن ينقلب ضد. نعم طبعا هو اثر نفسي قبل ما يكون اثر. وكمان عندنا مشكله اداريه يعني المشاكل الاداريه في النوادي الكبيره طبعا اي نادي كبير لا يخلو من المشاكل الاداريه لكن طيب. هي مشاكل قد تكون لا يوجد لها حلول كما ذكرنا اتمنى ان الله يحل المشاكل الكثيره دي. انا همشي لعمر. عمر يعني التعصب وصل في فتره او لدرجه انه خلى يا اخي انقطاع العلاقات الاجتماعيه. يقول لك والله يا اخي مريخ البيت ده كله مريخ انا ما بمشي او ده كلهم هلال ما بمشي. لو كان مشيت اليوم الهلال ده مغلوب ما حيريحوا لكن لو قرباكم يعني وصل لمرحله انه قطيعه. مثلا لو الدنيا عيدك يا والمريخ لاعبين في العيد يقول لك لا ما بمشي لهم خلي الهزيمه تمشي لها 5 6 يوم ما بمشي. وصلت الدرجه دي وصلت لمرحله الطلاق. يعني الراجل لو جه مغلوب الليل المريخ اللي بيدرس له حوشته بهي كلمه كده طلقانه خلاص طلقانه اكيد لدرجه وجايبين هناك تفشوا والله اللي فتح الخصوم اللي تمشي بيت ابوها صح الكلام ده لدرجه انه هسه يعني بعد مباراه المريخ والاتحاد قام الهلال والاتحاد فيصل المريخابي قام اشتغل ناس الهلال شديد يعني هو صاحبنا واليوم الثاني كان عنده زواج اخته عندنا واحد من الهلال المتعصبين ما مشى حلف انه ما يمشي وقال له عادل انا والله ما حجيك في الايرس يا زلمه علاقتك معي
جدي يعني موضوع جدي يا اخي. بقينا نتكلم يا اخي الموضوع يا اخي عباره عن كوره. وانت عارف يا استاذ ايمن استاذ عمار اللاعبين ذات نفسهم بعد المباراه لاعبي الهلال والمريخ بتلقاهم مع بعض بيزوروا بعض في بيوت بعض بيمشوا يتعشوا مع بعض بيطلعوا من الكوره من الاستاد انا بلاقيهم في اماكن كثيره جدا والعلاقه بيناتهم الاجتماعيه جميله جدا وبنسوا موضوع كوره نهائي يلقى الموضوع بيبقى بين الجمهور. جميل. انا عندي سؤال لي يا عمار. انت في رايك التعصب منو اللي خلق التعصب عموما؟ انا بخلي الاعلام لدرجه كبيره جدا في نفس الوقت المشجع ذات نفسه. طيب تجاوب لك انت ما محل انك تزعل كده خليني انا داري اسالك هل ما انت اسئله لساعات لا لا انت ما مصرح لك بانك تزعل ما تقوم تزعلني وتورطني في حياتي. انا حاجه اسالك انت ذات نفسك العلاقات الاجتماعيه بقت منعدمه او انقطعت بسبب التعصب الرياضي. هل بتعرف لك قصص معينه نفس قصه عمر دي انه رجل طلق مرته يا اخي او مره عاوز انفصل من رجله بسبب انه هو هلالابي وهو من رخابي وكده سمعت قصص زي دي؟ لا انا ما اظن انه كل الكلام اللي بيتداول هي ممكن تكون في اطار القصص واطار الدعابه. في انتماء. انا لانه كاره كلمه التعصب حقيقه في انتماء وصل لي. طيب نسميها شنو بدل التعصب؟ انتماء انا معروف انتماء زايد مثلا؟ والله ممكن نقول الانتماء. احنا ما قلنا في العنوان هل هو حب مفرط ولا مرض؟ حب مفرط نقول احسن. ما مرض يعني؟ لا حب مفرط. انا كلمه التعصب قلت لك هي عندها ابعاد كبيره جدا وتعبير ما جميل. نقول حب مفرط هو الاجمل. لكن القصص بتاع انه يعني يكون شريك تعصب هو المصطلح اللي قلناه ده في انه يقطع التواصل والعلاقات بين الناس. انا ما اظن هي في قصص يعني احنا بنسمع قصص وبتتداول لكن تخليه كلها بتكون في اطار الدعابه ما اكثر. يعني انت ممكن عمار كل الشباب بيكون عندهم اصحابهم اصدقائهم بينتموا للنادي الاخر بيكون في الوعيد والتوعد وحنعمل وحنسوي وبتاع وما تقابلني وما اقابلك وفي النهايه الناس هي بتتقابل. طيب والناس بتتواصل في تليفوناتها الناس لو عندها دكاكين بتقفلها وفي ناس لو عندها ما بتمرق من البيت. دي مروحة الرياضية انت قبل تكلمت عنها. طبعا الطبيعة البشرية ما واحدة. في ناس ما بتقدر تتقبل المداعبة لما تفوت حدها بيعتبر لها الموضوع نوع من في ناس برضو حنزل منهم حسن. في ناس بتكسر التلفزيون بعض مرات. مرحلة كبيرة جدا الله وصلنا لها يعني. انا في ناس يعني بتكسر التلفزيون احتمال يعني ولا بكون من الالعاب ولا من الرخام بس التلفزيون ده هو هيتفشى فوق. احتمال يكون يعني نحن كشعب بنرفض فكره انه واحد يجي يستهتر او يستهزا بك. يعني نحن كده ما بنقبل. ف انت عارف انه في خساره يعني طبعا. فواحد من الحاجات اللي ممكن تكون اثرت على الحاجه دي تحديدا هي يعني الواتساب ومثلا الفيسبوك السوشيال ميديا عموما. الصور والفيديوهات اللي ممكن تكون مستفزه في حق الهلال او المريخ وحق الفرق الثانيه هي ممكن تكون ايضا اثرت على المشجع الى نوع ما يعني. طيب حاجة. يعني محمد قبل ما نطلع للفاصل الثاني في يعني المخالفات اللي بيرتكبها الجماهير ذات يعني تلقى جمهور الهلال او جمهور المريخ ذات نفسهم هم في بعض متعصبين ذات نفسهم في خلاف في بعض الممارسات ممكن يعاقب على الاتحاد الافريقي اذا ضربوا فريق اذا حصل كذا وكذا. دي بتكون وبالا برضو على الفرق وعلى اداراتها في انه يدفعوا مخالفات بالدولار. والله كلام حقيقي ده يعني ده برضه حصلت يعني مواقف كثيره في كره مازيمبي دي. ما خلاص الناس زي ما انت قلت في الاعلام مازيمبي ده عامل لكم شايلين الكاس. ف الاذاعه الداخليه جوا الاستاد بتقول يا جماعه يا اخي الاتحاد الافريقي بيحذركم وانه حتكون في غرامات ماليه ممكن تصل للمرحله بتاعتين شنو لو الناس توفقت. لو الناس توفقت خشت كره الكاس الكره تتلعب من غير شنو من غير جمهور. اول ما الجون جاب هناك في التراس مع بعض كده من المشجعين الملمومين فالشماريخ دور تحت على دين يوسف ما بعرفه كان مصاب ولا حاجه الشكل ده قام جاء دي كره الاتحاد معلش كره الاتحاد قام جنازل زي بتاعه الرياضي مش للجمهور. فهدى الناس بعدك نزلوا الشماريخ والكره وصلت قام قال لهم يا اخي ممكن حتى الاتحاد الافريقي بيعاقب طبعا الحاجات دي. اكيد. طيب نحن نمشي لعمر. عمر كيف ممكن المشجع ده اذا اخطا القانون ممكن يعاقب؟ ما شفنا لنا مشجع تمت معاقبته نهائي. يمكن في قانون زي ده ممكن يطبق. يمكن الحكم يوقف المباراه ويتم اخراج الجمهور عن الملعب كله. حصلت كان للهلال قبل كده. ايوه حصلت الهلال الدول العربيه وطبقت في كم ملعب في دول عربيه كثيره في دول اوروبيه حصلت.
والله يوريك حاجة يا أستاذ عمار، في ناس بخشوا الاستاد ده ما بكونوا عارفين اللاعب من وزاته جوطة وبخشوا عجبهم الجودة، هاي الجودة كده وبحاولوا يصطادوا في المياه الزي دي وكده، فبيأثروا على باقي الجمهور. لكن ما كل الجمهور هو منفلت، وما كل الجمهور هو متعصب، وما كل الجمهور هو سبب. طيب الالاف اللي بيمرقوا لما هلال المريخ يتغلب ده بيجوا من وين؟ حنجل السؤال ده، لكن حنخرج ليه فاصل ثاني من قضايا الشباب، مواصل من خلال الشباب وقضايا الشباب. تستمر معكم التعصب الرياضي حب مفرض ام مرض؟ انا من ذات العنوان يا هيثم يعني ابدا من عندك، وانا كنت قبل وعدت انه عمر حرجع له، لكن حرجع لعمر انت، هو مرض ولا تعصب ولا حب؟ نحن نسميه شنو؟ والله انا اقول حب عام. طيب نشوف حسن. تعصب. تعصب. تعصب مفرط. عمر. تعصب. تعصب. طيب التعصب ده كنا بنتكلم قبل ما نطلع الفاصل ده انه ممكن المشجع ده ذات نفسه يعاقب بقوانين كثيره جدا. ما سمعنا انه مشجع في السودان تمت معاقبته نهائي. ما في، لانه اصلا زي القانون ما حتى الجهه الرقابيه في السودان هي للرياضه، الرياضه ما عباره عن منظومه. الاتحاد العام لكره القدم السوداني هو الاتحاد ساعته فيه اعضاء متعصبين للانديه بتاعتهم، لدرجه انه في بعض القضايا ما اخذت مسارها الصحيح. وده بغضنا لانه شنو؟ الموضوع تعصب. طيب انا اجي لمحمد السني، يعني في رايك كيف ممكن نعالج السلبيات دي كلها؟ المعالجات تكون في شكل شنو؟ انت كمشجع مثلا داير شنو عشان مثلا التعصب ده يتم ازالته من كافه؟ انا كمشجع يكون عندي قناعاتي انه انا جاي اعمل شنو في الكوره دي. واللي بيأثر منه في قناعاتك دي؟ اللي بيأثر فيني انا كمحمد السني بقرا جريده زي ما قال لك استاذ هيثم، بقرا من اجل انه داير اشوف الحاصل شنو واللاعب منو والجو المعسكرات عامل كيف، لكن اقوم اقرا لي جريده بتاعه صحفي على سنه يا اخي انا جاي من البيت والله على سبيل المثال بلا جابر ده حيلعب لي كوره كعبه، انا ما بربط قناعاتي بكلام بتاع صحفي كزول بعرف كوره، بيجي بشجع اللعبه بشجع فريقي مهزوم غالبين مغلوبين، انا جاي عندي شغلتي حاجه واحده. لكن يعني هسه اضرب لك مثل في الدوريات الاوروبيه دي، الدوري الانجليزي اللاعب جاب الجون في روحه انا بصفق له لانه ما جاي من البيت دي شغلته، انا جاي دار امشي احرز جون، لكن اللحظه اللي هو جاب جون في روحه اقوم انبذه وسبت انا خلاص، ما هو فني بني ادم ورايل بحس صح، لكن لما انت تجيب جون ممكن يعينوا لك سائل لانه اصلا انت جاي من البيت دي شغلتك، فدي احنا هنا دي ما عندنا الحاجه دي. طيب احنا في الموسم ده يعني شاهدنا كثير جدا من الحوادث، التنافس الافريقي كان يعني الحماس مرتفع جدا، في الايام القادمه وربما حيلتقي الهلال والمريخ، وبرضه بنحاول نمهي نوجه رسائل حسن يعني المريخ برضو على يعني مقربه من التلاقي في الدور الممتاز، تشاحنة الحماس حيكون كبير جدا، الحماس حيكون الناس حيكون في انفعالات كبيرة جدا. انت بتنصح بشنو انت كمشجع او كشاب؟ بتنصح زملائك الشباب الاخرين؟ حيكون طبعا الاستاد مليان ما في اثنين ثلاثة. والله طبعا في البداية يعني واحدة من الحاجات اللي ممكن تحل المشكلة بتاعت التعصب الرياضي اقامة مباريات ودية ما بين الفرق لخلق جو خالي من التعصب ما بين المشجعين واللاعبين، دي واحدة من الحلول اللي ممكن تقضي على مشكلة التعصب، ليس تقضي عليها كليا وإنما تخفف جزء من التعصب، لأنه بتحصل مشاكل زي ما أنت قلت طلاقات، وبتحصل مشاكل ربما طور ضرب نار ضرب نار ربما طور العلاقات. أنا عندي واحد صحابي أبوه طرده من البيت. فعلا برضو يعني أنا صراحة عندي خالي ومن هنا بحييه الخال محمد عيد. بنحييك برضو. طبعا الخال جيته ثاني يوم من كرة مازيمبي فلقيته قاعد في البيت، استغربته مالك يا خالي ما في شغل ولا شو؟ الله يغلبني هنوم وما ماشي شغل ذاته، يعني لدريت انه ما قادر يطلع يمشي الشغل بس عشان الهلال مغلوب. مازن بدي عزم الهلال. طيب هيثم يعني ممكن نقول الهلال المريخ برضو حيخش الى تنافس محلي، اصطدام ما بين الفريقين في السودان، ده برضو ممكن يحذر من حوادث حصلت في دول قريبة لنا مثلا زي أحداث بورسعيد في مصر، شفنا الكمية من الوفيات وكمية من الإصابات اللي حصلت، كيف نحن يعني بنناقش الموضوع وخايفين إنه ده يحصل عندنا لأنه مصر ما بعيدة مننا والتشجيع يهجي. طيب جميل، سؤال ممتاز. قبل ما أرد على السؤال بس أنا عندي تعقيب على كلام ذكرته بتاع سؤالك عن إنه هل كيفية معاقبة الجمهور. طيب الهلال والمريخ في البطولة الأفريقية الفات أو الحالية أنا بحب يعني بعتبر إنه حققوا نتائج، كون وصولهم فريقين لدور الأربعة
في حد ذاته انا بعتبره انجاز في ظل الظروف اللي كان ولا محيطه هنقعد بالفريق. نلف في حته الظروف يعني احنا كثير والله يا اخي انا ما كان في احداث من كثير غير نتائج من غير يعني العبره بالخواتيم يعني نعم حقيقه نعم ال 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 المشجعين الفريقين سواء الهلال او المريخ شوف دي ما مزالت بتاع التعصب او اشتباكات بين الجمهور ولا كده الفرحه التعبيريه بتاع جمهور الناديين الزايده التعبير والفرح الزايد كلف الناديين غرامات ماليه فعلهم الاتحاد الافريقي وارسل رسالات كانت شديده اللهجه جدا في حاله تكرار مثل هذه الاشياء يمكن الفريق يلعب بدون جمهور طبعا ما في جمهور بيتعاقب النادي ممكن الجمهور يتعاقب جميل معاوده الجمهور يحرموه من المشاهده جميل معاوده الجمهور في انه شنو؟ انا بمنعك انك تخش الاستاد مع غبطك او اقلل العدديه انا لما نفرض على النادي اللي انت بتشجعه منتمي له غرامات ماليه كبيره جدا واحرم من جمهوره انا نعم العقاب واقع على النادي لكن انا كمشجع وبمشي واستمتع بالكوره وبآزر النادي انا كده حرمت النادي بتاعي من مجهودات كبيره معنويه طيب نرجع لسؤالي اللي هو نعم. الاحداث اللي بتحصل في الملاعب مصر الكونغو يعني امبارح نحن بنشاهد في كينشاسا انه في كميه من المصابين في مباراه ما بين فيتا كلوب وفريق نعم. اخر نعم ال 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 في حاجه ثانيه يمكن هي ظهرت هنا عندنا في السودان هي ظاهرة صحية لو تمت استعمالها بطريقة زي شنو؟ المجموعات الألتراس وما شابه ذلك يمكن واحدة من الكوارث اللي حصلت في مصر هي بسبب مشاحنات بدت بالمناسبة بدت في المنتمين للنادي فيما بينهم الأفضلية لمن ولمن نحن جمهور واعي جدا جمهور حريص على مصلحة النادي شاهدنا كثير جدا من وقفة جماهيرية لنادي الهلال والمريخ أنا شايف أن الجمهور هو الأول في السودان نديه الوسام الجدارة ووسام الإنجاز أكثر من الأندية وسام الصبر برضه نعم جمهور كبير جدا تكونت العديد من الروابط صابر وحاتك نعم والله تكونت العديد من الروابط بمجهود ذاتي بمجهود بتاع الشباب دعموا الفرق ظلوا في حالة ترحال وفي حالة وقوف في حالة الانتصار وفي حالة الهزائم الضغط بس يمكن يكون الكام محيط طيب. كويس بالفريقين وهو يمكن ولد كثير من الانفلاتات طيب. البسيطه انا عايز امشي لعمر عمر بحكم ان احنا شباب وبحكم التطور والتكنولوجيا الناس بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تويتر الواتساب الفيسبوك اليوتيوب انتشرت فيها كثير من المقاطع يعني انت بتكون قاعد في بيتكم في سريرك كده بيجيك مقطع بتقوم تضحك او بتقوم تزعل سواء المقطع ده كان مفرح او محزن بالنسبه لك هل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي دي برضه في نشر التعصب نشر هيثم طبعا ما راضي بموضوع التعصب ده لكن احنا ده موضوع الحلقه يعني ما حنكون هيثم راضيين برايك حنمشي على كده الوسائل دي هل ساهمت في انتشار التعصب وساهمت في انه ياخذ الجمهور ده يتحيز ويضيف لفريقه بدرجه كبيره جدا ده كلام صح و ساهمت يعني ساهمت ايوه لانه هي ذاتها ما يعني ما في زول بيقدر يراقبها حتى البنات بيجوا يشاركوا في الموضوع حتى البنات بيجوا يشاركوا في الموضوع وحتى في يعني الحاجات المصوره يعني واحد بيرسل لصاحبه عريس بيقول له لسه ما بقيتوا مازيمبي يعني كان ما بقيتوا ثلاثه دي شنو ما تخطط روح الدعابه لحد هنا لكن بعد ذاك بدات فيها اساءات انا في بعض المواقع الالكترونيه بقرا فيه اساءات والله اساءات يعني لا اخلاقنا ولا ديننا بيقبلها. في حاجه ثانيه برضه في جانب الاساءات يعني لو خشيت في الهلال مثلا لاعب مع اتحاد العاصمه الجزائري لو خشيت على موقع اتحاد العاصمه الجزائري تلقى في سودانيين يعني بينبذوا او بتلفظوا الفاظ نابئه جدا يعني بتعكس سمعه سيئه عن السودان عن طيبه هذا الشعب عن قيمته اللي بنتمتعها من كافه الشعوب الاخرى. صح اكيد يعني هسه الناس بيتكلموا بيقولوا انه يعني الاعلام مصور انه الكونغو دي عباره عن معركه. ايوه الكونغو فيها بعض الاعتداءات وفيها كده فبقول له ليه السودانيين بيتعاملوا مع الفرق الزايره بالطريقه دي؟ مش احنا غالبنا احنا ممكن يعني السودانيين ده اللي عملوا اي حاجه ولكن يعني احنا مشهورين بشنو؟ بالكرم وبالضيافه لكن في ناس طالبوا انه الناس يتعامل بالمثل ولك ما زين بيعاملك فده غلط فده غلط ده ممكن يزيد التعصب هنا يقول لك يا اخي فلعوهم فلعوهم يلا ده غلط كبير جدا ضبحونا نضبحهم يعني يلا لكن اللي هي ما كان عنده انا ما قلت لك يا عمار دي الحاجه اللي احنا اصلا قاعدين نحتز بها يعني بتميزنا من باقي الشعوب الكرم والشهامه وحسن الضيافه ما غالبنا انه احنا نعمل كده فدي الحاجات يعني بتقدر تقعد لنا اللي قدام عباره عن يعني لما الناس تتكلم لكن نحمد ربنا انه يا اخي ما في
ما في فلتان حصل ما بين جمهورين هلال المريخ او ما شابه، انه وصل لدرجه من الاقتتال والاحتراب والضرب والقتل. يعني نحمد ربنا سبحانه وتعالى انه لحد هسه ما في حاجه زي دي حصل. والله حدود التخريب في الاستادات حصلت قبل كده في استاد الهلال واستاد المريخ. بدا جمهور المريخ في استاد الهلال، جمهور الهلال برضه بدا، نحن نكون صحيحين. لا لا انا اقول لك حاجه، بيقولوا جمهور الهلال والله بيقلع الكراسي برا. هو البدا كان دي حصلت حتى في الكوره بتاعت بتاعت الاتحاد. نسمع محمدين التعصب دي حتى حصلت في الكوره بتاعت الاتحاد. فانا قايل انه يعني حسب فهمي انه يا اخي واحد من ناس المريخ ديل كسر وبتاع، لاس انه يعني دي الحاجه الحاصله بيقولوا. لكن تقريبا اللي قالوا المطر كان صبط وشالوا الكراسي عملوها مظلط. لكن بس الكراسي طلعت لا فرق. طيب يا محمد السني، وسائل التواصل الاجتماعي لاي درجه اسهمت في نشر التعصب؟ جاك قبل كده مقطع احزنك جدا؟ مقاطع والله، مقاطع مع انه انا غادرت من جروبات ولا والله حاجة. يا استاذ يعني حصلت لي كثير، بقول بصلي يعني بقدر الامكان. بتنوم بدري شكلك؟ لا لا ما بنوم بدري، بقدر الامكان بكون بعمل فيها انه يعني اوصل رسالتي. يعني ما عايز اقوم ارد بنفس الرد، لكن يعني طفح الكير زي ما بيقولوا، فالواحد بيكون يعني بيرسل للناس يلا خلصنا. بيحصل كثير طبعا. حسن رايك شنو وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل المضحكه وفي نفس الوقت حزينه وشامته ومتعصبه لفريق لاخر؟ والله طبعا هي اثرت دور كبير جدا طبعا في مساله التعصب الرياضي، وهي برضه تمتلك الدور الأعظم في دور التعصب الرياضي. لكن كمان برضه ما وسائل التواصل الاجتماعي بس، يعني برضه في يعني مش السوشيال ميديا، في الصحافة الإلكترونية. يعني في مجموعة من الشباب ممكن يعملوا صفحات إلكترونية بمسميات مختلفة، ممكن هي يهكروا المواقع الاخرى للانديه برضه، ممكن يعني الصحافه يهكروا موقع المريخ وناس المريخ برضه. الصحافه الالكترونيه يعني بيعملوها الشباب دي، هي طبعا غير خاضعه لقوانين الصحافه الالكترونيه، ولا هي الصحافه ذات نفسها ما خاضعه مجموعه من الشباب. حتى الصحافه جداً الورقيه برضه يعني ما خاضعه، يعني في جزء منها ممكن تكون صحافه فاسده جدا في تجحف في حق النادي. طيب سواء كان هلال. انا اجي لك يا هيثم. هيثم رايك شنو وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل، الصور، المقاطع، ممكن تتم دبلجات او اعلام مونتاج ودبلاج لحركه معينه لكده يعني في الكوره بتصير؟ والله هو حاصل جماهير حقيقه، حاصل ومستفز جدا، يعني بيصل مراحل كبيره جدا. رغم انه وسائل التواصل لو استخدمناها الاستخدام الصحيح هي تعمل فائده، واساسا رسالتها هي ما الحاصله صراحه، بس الاستخدام السيء ليها. وانت زي ما قلت هي فعلا بتيجي كثير من الرسائل المستفزه والرسائل اللي بتصير فيك الغضب وبتوصلك للتعصب. طيب لان احنا عاوزين نختم، هيثم رساله بتوجهها في الاخير بتقول شنو باختصار؟ والله